هذه النشرة برعاية برجو، إسي مابلر، دينتالي. كورونا تخلف مئات الأسر العاجزة عن دفع إيجارات سكنها. الدعارة وعمليات الاحتيال تزدادان في زمن كورونا. أهلا بكم. كورونا وتداعياتها الاقتصادية تجعل مئات الأسر في السويد عاجزة عن دفع إيجارات سكنها الشهرية. جمعية المستأجرين السويدية تقول إن كل أسبوع يتصل بين 150 و 250 شخصا للإبلاغ عن مشكلات في دفع الإيجارات. جمعية المستأجرين تنصح من يلجأ إليها بالاتصال بمالك العقار لمعرفة ما إذا كان يمكن إيجاد حل، داعية الملاك إلى تفهم الوضع خلال أزمة كورونا. القانون لا يلزم المالك بذلك بالطبع. إلى أرقام كورونا المعلنة اليوم، تسجيل وفاة 35 شخصا جديدا بمرض كوفيد-19، فيما تم التأكد من إصابة 73,858 شخصا في المجمل. في المقابل، وزيرة الخارجية السويدية تعتبر انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية أمرا مؤسفا. الوزيرة أكدت أن علاقات السويد مع الولايات المتحدة لم تتغير نتيجة موقفها هذا. ليس الإصابات والتداعيات الاقتصادية وحدها التي زادت في زمن كورونا، بل عمليات الاحتيال أيضا. تقرير للتلفزيون السويدي اليوم عن زيادة حالات احتيال الشركات فيما يتعلق بالإجازات المرضية خلال الأزمة. صندوق التأمينات الاجتماعية أوقف نحو 300 طلب لمزيد من التدقيق بعد أن اكتشف أن بعض الشركات تسجل فجأة أجورا أعلى وتكاليف رواتب تنشأ من العدم. الطلبات المتوقفة تتعلق بتعويضات تتراوح بين 20 إلى 40 ألف كرون شهريا. هناك زيادة من نوع آخر في كورونا. النساء في سوق الدعارة ارتفع عددهن، حيث دخلت نساء جديدات في هذا المجال، وذلك مع ازدياد الاتجار بالجنس من خلال الإعلانات عبر الإنترنت. نتيجة أخرى لوباء كورونا هي زيادة المنافسة، ما يجبر البغايا على فعل أشياء لم يفعلنها من قبل. فالإعلانات تحتوي على خدمات جديدة لجذب العملاء. وزيرة المالية السويدية تبيع الآيس كريم عندما كانت فتاة شابة. مقتطف من مقابلة صحفية مع الوزيرة ماغدالينا أندرسون، تحدثت فيها عن معاناة الشباب في الحصول على عمل. الوزيرة دعت الجميع إلى تفهم وضع الشباب في زمن كورونا وتقديم يد المعونة لهم. أندرسون أشارت إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وخسرت العديد منهم وظائف الصيف هذا العام، مؤكدة أن حكومتها خصصت المزيد من الأموال لدعمهم. وفي باقة من أخبارنا السريعة، في تقرير جديد صادر عن هيئة الصحة العامة، فإن العاملين في مجال المعجنات وتحديدا البيتزا معرضون أكثر من غيرهم للإصابة بكوفيد-19 ب4 أو 5 مرات. محافظة ستوكهولم تطالب بتخفيض مساهماتها لنظام التساوي الوطني، الذي يعنى بفرض مبالغ مادية على المحافظات الغنية يتم منحها فيما بعد للمحافظات الفقيرة. طفل يبلغ من العمر 5 سنوات يتمكن من إنقاذ أمه من عنف زوجها الذي كان يحاول خنقها عبر قيامه بعضه في ظهره، حسب ما جاء في جلسة محاكمة الزوج اليوم في محكمة هالمستعد. والآن إلى فقرة السوشيال ميديا وهذا الخبر مشاهدينا، حيث طلب مجلس مقاطعة ستوكهولم وشركة إس إل للنقل العام بسن قانون جديد يسمح لسائقي الحافلات بمنع صعود الركاب لتجنب الازدحام. طبعا تعليقات متابعي الكوم تنوعت بين مؤيد ومستهزئ بهذه المطالب، فيما عرض آخرون مشاكل يعانونها خلال استخدام وسائط النقل الداخلي. فلنتابع بعضا من هذه التعليقات. برازيلا يقول: اليوم نطرنا الباص أكثر من ربع ساعة على محطة موربي استخون، وأكيد هذا الشيء أدى إلى زيادة عدد الركاب. المفروض زيادة عدد الباصات وتقليل ساعات الانتظار. محمد يقول: المشكلة
ما هو الطلب بحد ذاته؟ المشكلة بالاستغلال اللي راح يصير، عنصرية، تمييز واتهامات يمين وشمال ومقاطع فيديو وقضايا رأي عام. أنا برأيي مساوئ الفكرة أكثر من محاسنها. أما أحمد فيعلق بجملة يقول فيها: لكي يتم العمل باستمرار سير رحلات الباصات كالمعتاد يجب حماية السائقين. مشهد وصف بالصارخ، مقطع جوي يظهر المقابر الجماعية لضحايا فيروس كورونا في ساو باولو البرازيلية. البرازيل باتت من أكثر الدول في عدد الوفيات وبالتحديد بعد الولايات المتحدة الأمريكية. من أكثر الصور انتشاراً على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لرضيع في أحد مشافي فيتنام ولد وفي فمه قطعة اللولب الذي تستخدمه النساء عادة للحيلولة دون الحمل. والدة الرضيع ذات 34 عاماً ولديها طفلان آخران قد ركبت الجهاز الذي يوضع داخل الرحم قبل عامين، بينما خرج الجهاز من رحمها في وقت الولادة نفسه، لكن كانت المفارقة أن الرضيع ولد ممسكا باللولب. ونختم بهذا الفيديو من هولندا. ففي اكتشاف وصف بالمروع، توصلت الشرطة هناك إلى حاويات بحرية تم تحويلها إلى السجن المؤقت وغرفة تعذيب عازل الصوت. وقالت السلطات إن الشرطة أوقفت 6 رجال بعدما نفذت المداهمة قبل أن يتم استخدام غرفة التعذيب. وتم هذا الاكتشاف المروع الشهر الماضي من قبل عناصر شرطة كانوا يحققون في خيوط تم التوصل إليها بواسطة بيانات من هواتف مشفرة يستخدمها مجرمون جرى اختراقها مؤخرا من قبل الشرطة الفرنسية. الغرفة، غرفة التعذيب، زودت بكرسي لطبيب أسنان مخصص لجلوس الضحية وأدوات من بينها سردية ومشارط وأصفاد حسب ما أعلن ضابط رفيع المستوى. إلى اللقاء. هذه النشرة برعاية بورجو، إس سي مابلر، دنتالي.